بذكر بقى الصناعة، وخلينا نروح من الصناعة للرياضة لأن كل الملفات الحقيقة مهمة. الرياضة أو الكرة المصرية، وبذكر الكرة برضو الزمالك دلوقتي بيلعب الجونة، وبحسب كلام زمايلي فوز الزمالك 2-0 لحد دلوقتي للي بيتابعوا المباراة. لكن الأجواء الكروية فيها حالة كده من التغيرات الكثيرة والشديدة، من أول الإعلام الرياضي ومحاولات تنقية وضبط في الأداء، كمان لحد محاولات كثيرة جدا أو مناوشات كثيرة جدا بشأن التحكيم والحديث عن تقنية الفار وتأثيرها الكبير على النتائج، وبالتالي بنحتاج إلى تدريب أكبر للحكام. اتحاد الكرة أعلن خبر مهم جدا وملفت جدا، لأنه اتكلم عن تعاقد مع الإنجليزي مارك كليتنبرغ، والتعاقد بيقول أو الإعلان عنه بيقول أنه مارك كليتنبرغ بيتولى مقعد رئيس لجنة الحكام، يعني ده مقعد تنفيذي في مصر. وبالتالي بحسب هذه الصورة أو هذا الإعلان، هذا الرجل هيقيم في مصر بشكل دائم. الغريبة بقى واللي لفتت نظر الأوساط الرياضية كلها، أنه في نفس الوقت رابطة الأندية اليونانية كمان مضت مع مارك كليتنبرغ، وقالوا أنه هو مستشار ومطور للحكام. في سؤال بقى، في سؤال مهم جدا عند أي حد بيتابع وبيسأل وبيشوف الناس بتيجي تشتغل في مصر وبتاخد مرتبات من مصر، دي هيعمل شغله إزاي؟ هيدير المهمة إزاي؟ الحقيقة ما أقدرش أفتي، لأني مش عارفة بصراحة رئيس لجنة الحكام قد إيه ممكن يكون مشغول وطول الوقت المفروض يكون موجود مع الحكام عشان يدير إدارة التحكيم في مصر، ودي حاجة مش سهلة، وفي نفس الوقت يكون بيحمل منصب مهم في دولة أخرى. حاجة سؤال غريب يستحق أننا نسأل عليه. نرحب في البداية بالناقد الرياضي الأستاذ عمر البنوبي. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير يا دكتور دينا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. هل ينفع أبقى رئيس ومستشار في نفس ذات الوقت يا أستاذ عمر؟ يعني خلينا نبتدي الأول أنه طبعا أنا بؤيد جدا خطوة اتحاد الكورة انه يستقدم رئيس لجنه حكام اجنبي، لان احنا شفنا انه في تراجع في مستويات الحكام وفي جدل كبير على قرارات الحكام سواء السنه اللي فاتت او السنه دي مع الكابتن عصام عبد الفتاح. فهو القرار في حد ذاته لا قرار ايجابي جدا، انا من اشد المؤيدين كمان له. اوكي. كلاتنبرج، هي القصه باختصار شديد انه اتحاد الكره اعلن امبارح انه كلاتنبرج هيقيم بشكل كامل في مصر، وانه الراجل هيتولى رئاسه لجنه الحكام، رغم انه لما كلاتنبرج حضر لمصر من شهر تقريبا او من اكثر من شهر تم تقديمه في اتحاد الكوره باعتباره رئيسا للجنه تطوير الحكام، مش رئيسا للجنه الحكام، فرق كبير جدا. تغيير المسمى مش مشكله، عادي يعني طبيعي انه احنا محتاجين رئيس لجنه. معلش ايه الفرق؟ الفرق انه رئيس لجنه تطوير الحكام ده دوره استشاري فقط، مجرد محاضرات، متابعه، بعض الامور اللي هي فيها نوع من انواع الكونسلتنج، يعني اكتر من ان انت بتدير بشكل تنفيذي. يعني مش دور تنفيذي انه بيختار بالزبط الحكام او بالظبط الشكل الديلي اليومي بقى بتاع لجنه الحكام، انك تعين الاطقم الحكام للمباريات والكلام ده كله وتراجع اخطائهم وخلافه. فبالتالي احنا غيرنا المسمى، اوكي بالعكس دي حاجه كويسه جدا. هي اللافت للنظر انه بيان اتحاد الكوره او اللي صدر عن اتحاد الكوره بيقول انه كلاتنبرج هيواصل شغله مع الاتحاد اليوناني لكره القدم كمستشار بناء على رغبه الاتحاد الاوروبي. الحقيقه المعلومه دي كانت مغلوطه تماما، كان انا سالت وكلمت الناس في اليونان ولحد الاتحاد اليوناني نفسه سالتهم، هو كلاتنبرج مشي. لو حتى بسهوله جدا اي حد من الزملاء دخل على الويب سايت بتاع الاتحاد اليوناني لكره القدم هيلاقي ان هم اعلنوا تشكيل لجنه حكام جديده. أيوة. ولجنه الحكام دي ما فيهاش كلاتنبرج لا في منصب استشاري ولا في رئاسه لجنه الحكام. يعني المعلومه دي عن اصلنا، يعني اللي وصلت لنا هي اشاعه او كانت، لا لكن لا 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 نقف بقى هنا. هو فكره انه بيشتغل مع الاتحاد اليوناني بناء على قرار من الاتحاد الاوروبي دي غلط، انما الحقيقه انه من اسبوع بالظبط كان في قرعه الدوري اليوناني، مؤتمر كبير عمله رئيس رابطه الانديه اليونانيه ايفانجيلوس ماريناكس، وفي نفس الوقت بيمتلك نادي اولمبياكوس، واعلن فيه ان انا تعاقدت مع مارك كلاتنبرج كمستشار ومطور في رابطه الانديه اليونانيه اللي هي الدوري الممتاز بتاعه. فهنا الكلام اختلف، يعني واضح انه في مس، يعني في كونفليكت او يعني مس كوميونيكيشن، انه ايه، انه كلاتنبرج في اليونان بيقول انا دوري في مصر استشاري، وفي مصر بيقول لهم انا دوري في اليونان استشاري، وان أيوة. انا بشتغل مع الاتحاد اليوناني، هو ما بيشتغلش مع الاتحاد اليوناني. وهو ده بس النقطه اللي كنت حابب اصلا ان انا اوضحها للناس،
انه في النهايه ممكن يكون كلاتنبرج وصل معلومه غلط او حد فهم غلط هنا، لكن الفكره في حد ذاتها انا بدعمها، لكن الفكره نفسها. طب سؤال بقى، يعني طبعا مع كامل التقدير لشخص احنا لسه ما شفناش ادائه ولا شغله، بس تاريخه المهني، سمعه هذا الرجل اللي الناس بتتخاطفه كده الانديه او الاتحادات، هل هو ليه تاريخ كروي محمود معروف؟ يعني احكي لنا بس عن كواليس وخلفيات، سواء كان بقى مستشار او رئيس في مصر يعني. تمام. هو في البدايه كلاتنبرج كان شغال حكم لحد ما جاله عرض من المملكه العربيه السعوديه، من الاتحاد السعودي لكره القدم، انه يشتغل في تطوير الحكام ويحكم بعض المباريات في نفس الوقت. فهو كلاتنبرج من الشخصيات اللي بتحب تعمل كل حاجه في وقت واحد، يعني مستشار في اليونان وحكم في السعوديه واشتغل برضه مطور ودير لجنه حكام، يعني هو راجل واضح انه خفيف في شغله، بيحب يشتغل كل حاجه. ده نقطه. النقطه الاولانيه، هو مشي من السعوديه، ما اعتقدش ان هو عمل نوع من التطور الكبير في التحكيم السعودي. بعدها راح اليونان، الحقيقه كان في انتقادات كبيره جدا، يمكن كمان حتى بالتاكوس رئيس الاتحاد اليوناني الجديد لما عرف انه كلاتنبرج وقع عقد مع الاتحاد المصري رفض يقابله في اليونان بعد ما رجع. وبالتالي هو لقى نفسه ان هو نفسه صرح، بالمناسبه كلاتنبرج نفسه صرح وقال انه بالتاكوس رئيس الاتحاد اليوناني شايف ان انا مش مناسب ان انا اكمل في منصبي في الاتحاد، وده في وقت حضوره لقرعه الدوري اليوناني، ووقع هو مع الرابطه. فالحقيقه بس الاتحاد المصري، انا بنصح اصدقائي الاعزاء في اتحاد الكوره ان هم يستفسروا من كلاتنبرج عن طبيعه مهمته مع رابطه الانديه اليونانيه، واتمنى انه يكون تركيزه بشكل كامل. واذا ارتضى اتحاد الكوره انه الراجل يكون شغال هنا وهناك، ايه المشكله؟ لو هيأدي هنا من غير ما يأثر، اهلا وسهلا. لكن احنا مش، يعني انا مش ضد الفكره، بالعكس، بس كانت محتاجه تتوضح شويه بشكل فيه دقه اكتر للراي العام. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ عمر البانوبي. كعادة كل الأخبار اللي بتخرج للرأي العام طول الوقت، يعني حتى إحنا يعني أعتقد أنه دي عرفناها وتعلمناها وفهمناها واختبرناها كمان، معظم اللخبطة والخلط والغضب أحيانا بيبقى من نقص المعلومة. أنصاف الحقائق وأنصاف المعلومات حاجة بتعمل عند الناس قلق كتير وتساؤلات كتير، فما بالك في قطاع مهم زي قطاع الكرة بجماهيره عريضة المهتمين بيه أكتر وأكتر، اتحاد الكرة اللي هو كمان بيحاول جاهدا أنه يحسن صورته وأدائه عند الناس. فأعتقد اكتمال الأخبار، شفافية في الأخبار، حتى أن تعلن عن سلبياتك، ده بيحط كتير جدا في رصيدك الإيجابي بالمناسبة مش السلبي.